احنا مثل موعدناكم من بين فتره وفتره نستضيف مسؤولين للحديث معهم حول اهم وابرز القضايا اللي تطرح في وطن الحب. صباح الخير. وتبرز من ضمنها حقيقه موضوع العزب وتوزيع العزب والاخوه في وزاره البلديه والبيئه، بيض الله وجيههم صراحه الاخوان في العلاقات العامه وما قصروا، رتبونا طبعا اليوم موعد مع السيد فرهود الهاجري مدير اداره الثروه الحيوانيه بوزاره البلديه والبيئه. راح ان شاء الله نتواصل معه. طبعا معنا الان على الهواء طبعا السيد فرهود. صباح الخير السيد فرهود. صباح النور. يا اهلا وسهلا فيك. ورحمه الله وبركاته. الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في البدايه يعطيكم العافيه على جهودكم، بيض الله وجهكم طبعا كاداره ثروه حيوانيه. الله يعافيك يرضى عليك. الله يعطيك العافيه. نبدا معك بالحديث عن بشكل عام قبل أن ندخل في موضوع العزب، الخدمات اللي تقدمها الثروة الحيوانية للجمهور، ما هي أهم الخدمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية إدارة الثروة الحيوانية هي إدارة معنية بتنمية الثروة الحيوانية، وفي الفترة الأخيرة أضاف إليها أو تم تكليفها بمهمة العزب، بالإضافة إلى كوني مكلف من فترة برئاسة لجنة العزب. فبداية نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها إدارة الثروة الحيوانية. يعني إدارة الثروة الحيوانية إدارة يعني خدمية بشكلها، وتقدم خدمات سواء كانت علاجية أو غير علاجية. والخدمات العلاجية اللي هي تقديم الخدمة لأصحاب الثروة الحيوانية في مواقعهم والإشراف على الثروة الحيوانية ومتابعتها، وكذلك تقديم التحصينات، خدمات الرش الطفيلات الخارجية، كذلك تنظيم الدعم الحكومي من خلال مشروع الترقيم. أن يتم ترقيم الثروة الحيوانية الموجودة سواء كانت الأغنام الأبقار بالأرقام البلاستيكية اللي عليها رقم خاص لكل قائد الحيوان ومثبتة باسم صاحبها، كذلك شرائح إلكترونية للإبل. وفي خدمات ثانية اللي هي خدمات الإرشادية سواء كانت عن طريق البروشورات أو التوعية سواء كانت بالكتيبات أو بالمطويات، كذلك خدمة التلقيح الاصطناعي، خدمة يعني قدمناها من فترة ولقت استحسان عند الأخوان في مربي الثروة الحيوانية، نحاول نضيف سلالات جديدة كذلك تكون مقاومة يعني لبعض الأمراض. إضافة القروض الحيوانية بالتعاون مع الأخوان في بنك التنمية، فالحمد لله يعني نمول بعض العزب. دعم السوق المحلي للعزب في الأخير هي تعتبر، هي والمزارع تعتبر مخزون استراتيجي للأمن الغذائي في الدولة. كذلك فتح منافذ بيع للأخوان المربين مثل سوق المزروعة. يعني يعني الأسواق اللي مثل سوق المزروعة والسوق الوكرة هي تبعون لكم؟ تتبع للقطاع الزراعي وزارة البلدية والبيئة، وإحنا مساهمين فيه كثروة حيوانية مع الأخوان في الزراعة والأخوان في ما شاء الله. الله يعطيكم العافية، صراحة والله من الأفكار الطيبة أمانة واللي خدمت يعني فئة كبيرة من الناس، وبينت أيضا والله حتى المنتج المحلي أمانة سواء كان زراعي أو حيواني بصراحة. الله يعطيكم العافية. كذلك يعني ما يعني عرض المنتج المحلي، كذلك مع الأخوان في كتارة كنا مساهمين من شهر بداية شهر يناير 2017 من 3 إلى 7 انتهى أمس المهرجان، والحمد لله لقى صدى طيب عرض المنتجات المحلية. هذه تعتبر منافذ سواء للأفراد بحال المزارع والعزب وكذلك الشركات الإنتاج المحلي. هذا ما يعني بالخدمات اللي تقدمها الإدارة. كذلك في خدمة أنا من خلال وطني صباح الخير لأنها بدأت هالأسبوع، اللي فتحنا مكتب في مركز ريال بيطري في منطقة معيدر، تقديم شهادات الثروة الحيوانية، شهادات الاعلاف، الدعم، على اساس انه تسهل على الاخوان بدل ما يجون يرجعون عندك ما يكون مركزي. اي ما يكون مركزي، يعني نحاول نوسع الخدمات نسهل العمليه. هذه انا حبيت ان اعلنها من خلال وطني صباح الخير. في وين؟ في بلديه الريان ولا في وين؟ في مركز الريان البيطري في منطقه معيدر. طيب ممتاز. احنا باشرنا العمل تقريبا رسمي من هالاسبوع ان شاء الله، بس احنا بدينا الاسبوع الماضي، بس قلت انا راح اعلنها اليوم ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه بصراحه، وهذا وان شاء الله يعني من الاشياء اللي تفيد ان شاء الله سكان المنطقه وتفيد ايضا المناطق المجاوره ان شاء الله. يا وعندنا خطط ثانيه ان شاء الله راح نتوسع ان شاء الله، لكن احنا نحاول نتوسع انه لما نفتح المكتب نفتح المكتب يكون له يعني يدخل بقوه، والحمد لله هذا الريان ان شاء الله بيكون بشرة خير في سنه 2017 وان شاء الله نفتح ان شاء الله مكاتب ثانيه. هذا ما يتعلق بخدمة الجمهور. طيب. والخدمات المقدمة.
طيب أستاذ فرهود الهاجر، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، موضوع العزب موضوع طبعا كبير وموضوع ما شاء الله يعني العديد من الاستفسارات اللي وصلتنا، ودنا نبدأ معك عن إحصائيات في البداية. عدد مجمعات العزب الموجودة عندنا كم تقريبا أستاذ فرهود؟ مجمعات تسع مجمعات عزب حاليا. تسع مجمعات عزب منتشرة في وين؟ مختلف مناطق الدولة، مختلف مناطق الدوحة، مثل الشحانية والريان، الشحانية والخيب ومناخلها بتتبع يعني، وعندك كذلك الوكرة والشمال والخور وسمسمة، مجمع المناطق مثل اللغويرية الإجمالية، هذه موزعة على مناطق الدولة تقريبا فيها حوالي 5000 عزبة تقريبا. في هناك نية لفتح مجمعات جديدة؟ بإذن الله. احنا الحين شغالين نسعى ان نحاول نتكيف مع الطلبات اللي موجودة، ونحاول نسوي توازن يعني في مناطق الدولة على أساس أن يعني نغطي جميع الدولة كمجمعات عزب ومواقع، لأن احنا في الأخير ترى هدفنا الأخير أن تكون دعم للثروة الحيوانية ودعم للأمن الغذائي، لأن العزب تعتبر مخزن استراتيجي للأمن الغذائي كلحوم حمراء، فلما أنا أهتم فيها وأنميها فأنا أدعم الأمن الغذائي في الدولة. وهذه يمكن من الأشياء اللي إحنا والله ودنا نركز عليها حقيقة. وهذا الهدف الأساسي أساسا من المجمعات، إقامة المجمعات هو دعم الثروة الحيوانية تنميتها ووصولها للأمن الغذائي. جميل. طيب أنتوا تستقبلون إحنا حاليا طلبات ولا وقفتوا؟ لا نستقبل طلبات، إحنا ما وقفنا. تستقبلون طلبات عادي. طيب اللي أجر أو يبيع عزبة، هذا شيء قانوني ولا مش قانوني أستاذ فرهود؟ هو تأجير العزبة أو بيعها هي أساسا ما يجوز، لأن العزبة أساسا تم منحها لشخص معين، للمستفيد الأول أو الشخص اللي تقدم لها على أساس أنه يربي فيها ثروة حيوانية وينمي ثروة حيوانية ويدعم الأمن الغذائي، وهذا كان الهدف من تسهيل الحصول للعزب أو فتح الباب للعزب. زين، أيضا نسأل في مسألة والله مثلا الموافقة على الطلبات، تأخذون في الأقدمية ولا تأخذون بالضبط، ولا شلون شروطكم بالنسبة لي أن الواحد لما يجي يقدم معاكم على العزبة شنو الشروط بالضبط؟ هل أقدم طلب هو الأولوية أم حسب الشروط ولا وش بالضبط؟ لا أنا راح لجنة راح نمشي بالأولوية التقديم، بأولوية عندي طلبات أي طلبات قديمة أنا ما أقدر يعني أتجاوز طلبات يعني مقدمة اليوم وأحمل طلبات قديمة، في طلبات قديمة صرها فترة فما أقدر أحملها، فراح أمشي بالأولوية، لكن النية إن شاء الله يعني إحنا إن شاء الله نغطي الطلبات إلى يعني منتصف 2016 إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله، نغطي أغلب الطلبات بإذن الله بإذن الله تعالى. طيب الشروط شنو هي بالضبط؟ شروط التقديم الجابي قدمتكم في الفترة الحالية يعني تقريبا صار لنا فترة أجلنا شرط اللي هو الثروة الحيوانية، ما يحتاج يقدم الشخص شهادة حياسة الثروة الحيوانية، أجلنا إلى حين حصوله على العزبة، فاكتفينا بشرط العمر، بيض الله ما يكون عنده لا وجهك إن شاء الله، وما يكون عنده عزبة سابقة أو مزرعة الشخص المتقدم، كذلك ما يكون قد تنازل عن عزبة سابقة، ما يكون قد تنازل عن عزبة، ما يكون قد تنازل، لأن إذا تنازل خلاص هو خذ حقه من الدولة كمنحة عزبة فخذاها وتنازل عنها. طيب فأنا سقط الحق له. سؤال آخر بعد أستاذ فرهود، طيب اللي عنده عزبة حاليا شو ممكن يجدد الرخصة؟ يقدر يجدد الرخصة ولا الرخصة تجدد أوتوماتيكيا؟ لا يقدم كتجديد، طلب تجديد والتجدد تطلع معاين لجنة معاينة للعزبة يتأكدون من وجود الثروة الحيوانية وعدم وجود أي مخالفات يعني تخالف التجديد وتجدد له كل يسر. كل ثلاث سنوات تجدد ولا كل كم فترة؟ كل ثلاث سنوات تجدد. طيب. وإحنا بصدد تسهيل هالإجراء هذا إن شاء الله. بس أنا يعني الفترة هذه شوي مشغولين مع موضوع التوزيع والعزب الجديدة. لكن في المرحلة الجاية بيكون فيه إن شاء الله سياسة جديدة تسهيل للعملية. طيب نسأل عن المساحات الخاصة بالعزب، كيف يتم تحديد مساحة العزبة؟ أنتوا حسب كمية الحلال ولا والله مثلا أيضا المرافق الخاصة بالعزبة شون بالضبط؟ بالنسبة للمساحات تأكيد هي مخصصة للثروة الحيوانية، فتحت منها الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية لها مساحات معينة سواء من الأغنام أو مواشي الأنواع الثانية من سواء الإبل أو الأبقار، يعني الأغنام تحتاج مترين 2 متر مربع على أساس لإسكانها العزبة، فأنا تحكمني المساحة
تحكمني تنفيذ سياسة الأمن الغذائي كشرط أساسي، أن الهدف من العزل أمن غذائي، فأنا يعني أهم نقاط عندي للثروة الحيوانية أن توفر الأمن الغذائي والأمن الغذائي على وفي نفس الوقت أن العزبة يعني 90% إحنا مخصصين يكون للثروة الحيوانية ومرفقات سواء الحظائر أو الممرات اللي بينها أو سكن العاملين والمخازن، هاي يكون 90% من المساحة. 10% ممكن يكون صاحب الحيازة سواء مكان له أو من إجمالي المساحة. جميل. طيب هل سيتم يعني توصيل الخدمات الخاصة؟ هل تم التنسيق مع الوزارات المؤسسات المختلفة لتوصيل خدمات مثلا مثل محطة بترول مثلا مثل مياه الكهرباء الموجودة؟ هل سيتم توفير هذه الخدمات لأصحاب العزب والجماعات؟ حاليا الأخوان كانوا مشكورين يعني أنجزوا اللي هو توصيل مياه شبكات المياه للعزب اللي هو مجمع رقم 1 و2، وإن شاء الله إحنا إن شاء الله بعد ما ننتهي من التوسعة الرابعة بنشتغل على 3 و4، وكذلك في دراسة الحين على أساس إن نحاول إن نقدم بعض الخدمات للمجمع نفسه، سواء كانت خدمات للعمال اللي موجودين أو لرواد العزب لأصحابها. فهذه إن شاء الله شغالين عليها وبإذن الله يعني بتشوف النور قريب إن شاء الله. طيب تكلمت على موضوع التنازل، اللي يتنازل عن عزبة يقدر يتنازل فيها حق من؟ يتنازلها حق فقط الأقارب ولا يقدر يوسع الدائرة ويعطيها حق حد ثاني يتنازل فيها؟ إحنا حاليا التنازل يكون محصور في درجة الغرابة الأولى. درجة الغرابة الأولى إلا إذا كان فيها أسباب ثانية ممكن هذه ينظر فيها يعني. هل هناك مراقبة على المخالفات اللي تقام في العزب أستاذ فرهود؟ فيه الأخوان مشكورين مفتشين المناطق والوحدات الله يعطيهم العافية، يتابعون العزب أول بأول وإذا كان في مخالفات على طول ترفع، في مخالفات تنحل بينهم وبين صاحب، لأن في عدد كبير من الأخوان يعني ما نقدر نخدم حقهم من المربين متجاوبين جدا في حالة وجود مخالفة أو وجود شيء يتجاوب على طول معنا وتزال المخالفة. بصراحة يعني الله يعطيكم العافية أمانة على الجهد الكبير، احنا عارفين في ضغط كبير وناس تراجع أستاذ فرهود فيما يخص العزب، وناس والله تقول أعطوني العزب الحين، وإحنا أيضا عارفين أيضا تحتاج أيضا مواضيع العزب إلى العديد طبعا من الموافقات. طيب أستاذ فرهود نسأل أيضا موضوع ترقيم الحلال، خلاص ما عاد فيه صح؟ لا ترقيم الحلال موجود. ترقيم الحلال بالنسبة اللي بيقدم على العزبة جديدة، لا تقديم عزبة جديدة احنا الله يسلمك اجلنا الشر، الحين حصول على العزبة على اساس ان نسهل العملية يحصل على العزبة نعطيه مهلة ينشئ فيها العزبة ويحط فيها الثروة الحيوانية، ومن بعدها بتتم المحاسبة، لكن بتتم المحاسبة على كل شيء لانه بيعطي مهلة بتكون كافية باذن الله، فبيحاسب على المنشآت بيحاسب على الثروة الحيوانية بشكل كامل ان شاء الله. فاحنا ما نحاول ان يعني نسهل العمليه بس في نفس الوقت نحافظ على الشروط. نعم، وبحيث اذا اللي عنده حلال ما يتورط فيه وقاعد يوزع لغايه ما يحصل الموافقه. سواء انا اروح اكلف على الشخص يشتري او افتح سوق سوداء نفسه يعني حصلت معنا بالضبط صحيح سابقا في سوق سوداء، كذلك انك ما تورط الشخص ياخذ حلال وما يعرف وين يوديه او يشتري بمبلغ ويبيع بخساره. في الاخير احنا بعد يعني هذول المواطنين واخواننا وربعنا ما تقدر انك تكلف عليه او انك تضيقه، فتحاول انك تسهل بس في نفس الوقت ما تتجاوز الشروط او الغرارات الموجوده. طيب نسبه الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائيه الحيوانيه في الدوله كيف تقيمها وما هي طبعا هذه النسب الموجوده عندنا حاليا، وهل هناك في اكتفاء ذاتي بالنسبه للغذاء الحيواني؟ النسب الحمد لله يعني الفترات بدأت ترتفع، يعني صار فيه اهتمام، يمكن احنا من خلال مهرجان كتار اللي حضرناه الاخير ومن خلال الساحات المزروعه نشوف المنتجات المحليه بدأت الحمد لله تطلع في السوق، وصح مش بالكميات اللي احنا تمناها لكن في ارتفاع، يعني اليوم احنا وصلنا نسبه اكتفاء ذاتي من اللحوم بواقع 12%، الالبان وصلنا تقريبا 17%، احنا نسعى ان النسب هذه ترتفع والاخوان يعني ما شاء الله مشاريع الثروه الحيوانيه بادي يعني مشاريع بدت يعني الحمد لله تشوف النور واشتغلنا فيها والحمد لله يعني بدت تنتج، كذلك الدواجن نوصل تقريبا وكلها قابله للارتفاع باذن الله، وصلت تقريبا 6.6 وكذلك البيض المائده وصل تقريبا 13%، وهذه النسب ان شاء الله
مع السنة 2017 إن شاء الله ومع المشاريع الجديدة إن شاء الله راح ترتفع. يعني عندنا كذا مشروع بإذن الله راح ترتفع النسبة. الله يوفقكم إن شاء الله يا رب. زين، أنا مجموعة بس من الاستفسارات وصلتني البسيطة، وإن شاء الله يعني نتيح لك المجال للرد عليها، أو طبعا المجال مفتوح لك أستاذ فرهود. في سن معين بالنسبة لتقديم العزبة؟ 35 سنة فما فوق. 35، زين، لكبار السن والشياب لهم الأولوية في التقديم؟ بالنسبة لكبار السن إحنا نأخذ طلبات الأولوية، لكن في بعض الحالات مثلا ممكن ننظر فيها كلينا، لكن بشكل عام احنا ناخذ الطلبات بالأولوية. وفكرنا ان شاء الله انه مثل ما قلت لك انا راح نغطي كل الطلبات من منتصف 2016. زين، اللي عنده حين حاليا عزبة استاذ فرهود، وطبعا وما شاء الله يعني عنده حلال وحلاله كبر والعزبة ما صارت تكفي، يقدر يقدم انه ياخذ عزبة اكبر؟ يطلب طلب اضافة للعزبة. بالعكس احنا عندنا طلبات، يعني في ناس من ضمن الطلبات اللي موجوده عندنا طلبات اضافه. ما شاء الله، يعني يقدر يقدم عندكم. يقدر يقدم اذا كان الثروه، لان عندنا احنا سجل الترقيم والثروه الحيوانيه موجود عندنا يثبت من حياص الثروه الحيوانيه الى اليوم شلون نمو الثروه الحيوانيه عند المربي. فبيبين عندنا هل هم المربي مثلا اللي زادوا عنده على فترات يعني سابقه. يبين عندنا كامل وينظرون فيه الاخوان. جميل. نسوي له دراسه وبحث حاله ونستقبل، لكن نستقبل اطلبه يعني. طيب، امهاتنا وخواتنا والنساء لهم وضعهم الخاص، هل لهم شروط خاصه فيما يخص التقديم على عزبه؟ يقدرون يقدمون؟ يقدرون يقدمون، احنا الله يسلمك الشرط فوق ال 35 سنه ويقدرون يقدمون. بالعكس يقدرون يقدمون. عندنا ما شاء الله الطلبات فيهم من خواتنا وفيهم من امهاتنا عدد لا باس فيه. الله يعطيكم العافية. أيضا استفسار بسيط يخص المولدات الكهربائية، هل هناك نية لعمل كهرباء للعزب حاليا، تمديد كهرباء بالتعاون مع كهرباء؟ بالنسبة للكهرباء لا والله الحين ما دخلنا من المرحلة، لكن اجتمعنا مع الأخوان بخصوص الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية، لكن لا زال تحت الدراسة للحين ما أخذنا أي إجراء فيها، لكن طيب. اجتمعنا معه. الله يعطيكم العافية بصراحة، وجهود وبصراحة يعني عمل كبير أمانة تقومون فيه سواء في لجنة العزبة أو في دار الثنوة الحيوانية. طيب، موعد التقديم مفتوح طول السنة ولا في موعد معين؟ لا احنا للحين موعد قصدك تقديم الطلبات؟ اي تقديم، لا شغال على طول في أي وقت. للحين ما حددنا يعني وقت تقديم في أيام العمل في أي وقت. وين المكان يقدر يقدم أونلاين أو يقدر يجيكم وين بالضبط؟ التقديم حاليا في قسم العزب في منطقه اللي هي بالغرب من دحل الحمام اللي هو مبنى قطر خضراء سابقا. مبنى قطر خضراء سابقا في منطقه او في المنطقه اللي قرب دحل الحمام. طيب، سؤال اخر بعد استاذ فيما يخص العنايه الطبيه، هل توفرون عنايه طبيه بالنسبه لاصحاب العزب البيطريه؟ مراكز بيطريه منتشره في الدوله، وعندنا خطه بعد توسعتها ان شاء الله. والمناطق والمراكز البيطريه هذه والعياده اللي والعيادات سواء اللي في السوق او في مجمع الواكره هذه خطه الحمد لله يعني اغلب الحالات يعني. الله يعطيكم العافيه. بس كلها، لكن نقول اغلب الحالات وشغالين طول يوم الاسبوع. والرقابه على القطاع الخاص، هل انتم ايضا تراقبون على القطاع الخاص فيما يخص العنايه البيطريه؟ نعم، الخدمات عندنا من خلال لجنه تراخيص الطبيه البيطريه. دورها ترخص الأطباء العاملين بالدولة، لازم يكون طبيب مرخص ويجتاز اختبار وتأكدهم من كفاءته قبل ما يمنح الترخيص للمزاولة، سواء كان طبيب ممارس أو صيدلاني. وترخيص العيادات ومراقبتها متابعتها، استيراد الأدوية، يعني متابعتها من جميع النواحي الفنية. هل هناك نقص في أدوية معينة ولا لله الحمد ما في نقص عندكم؟ أنا الحمد لله بدأت شو اسمه المناقصة الحمد لله يعني بدأت توريدها، والحمد لله بدأنا نغطي الحين كل الأدوية يعني التحسينات، في بعض التحسينات الحين ما وصلت لكن الغالبية وصلت الحمد لله رب العالمين، واستقبلنا طلبات والحمد لله ومتجاوبين مع الأخوان المربي. طيب، في خطة لتطوير العزب الحالية معنا؟ كتطوير تطويرها يعني بحيث أن تكون هذه المجمعات تقدم خدمات أكثر أيضا، يعني حتى أكيد عندكم أكيد. لا أكيد موجود، لأن أنت بتوصل المستوى مثل ما تفضلنا قبل شوي أن
نرفع من كفاءة الأمن الغذائي أو مستوى الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية. فإذا أنا ما قدمت خدمات وما طورت ما راح ألقى النتيجة اللي أنا أنتظرها. طيب نتكلم معك على إجمالي أعداد الثروة الحيوانية في عام 2016، كم وصل حاليا إجمالي الأعداد تقريبا؟ سلمك يعني بالنسبة للأغنام وصلنا تقريبا في حدود 784 ألف. ما شاء الله 784 ألف و986. كذلك الماعز وصلنا في حدود 359 ألف، والأبقار وصلنا في حدود 20 ألف، والأبل وصلنا في حدود 90. الثروة الحيوانية الحمد لله في نمو متزايد تقريبا يعني في حدود 20-21% تقريبا نمو قطيع سنوي في هالحدود. كذلك زيادة المربين، يعني المربين كنا في بداية 2000 تقريبا 10، يعني عدد كان يعني تقريبا زدنا في حدود 40-50% أو أكثر من 40، يمكن وصلنا حدود 80% إزداد المربين. وصلنا العدد كبير، يعني وصلنا الحين حدود 15 مربي. ما شاء الله، يعني هذا الموجود حاليا بالنسبة لكم أنتو كإدارة ثروة حيوانية. طيب المزارع تتبع لكم ولا تتبع لإدارة أخرى المزارع؟ لا، إدارة المزارع تتبع لإدارة الشؤون الزراعية. لإدارة الشؤون الزراعية. لكن في بعض المزارع تمتلك ثروة حيوانية، إحنا نكون معنيين بما يخص الثروة الحيوانية الموجودة في المزرعة. كيف تشوفون أسواق اللحوم كمتابعة أنتم كإدارة الثروة الحيوانية؟ هل تشاهدون قلة في الطلب، قلة في المعروض وارتفاع في الأسعار؟ وهل هناك عمل لإدخال أيضا المنتج المحلي ضمن مثلا المعروض حاليا في المزاد الخاص بالأغنام؟ بالنسبة للثروة الحيوانية والأغنام وأسعارها، الحمد لله يعني أنا حجم سواء الاستيراد أو المنتج المحلي صار فيه تزايد وفي طلب عليه، خاص في تحت المزروع إن طلب زايد على المنتج المحلي. لكن بالنسبة لتحكمنا أو لأسعارنا من باب واحد اللي هو وقت التصدير في المواسم، لأن الارتفاع دائما يجي في المواسم سواء رمضان أو الأعياد، فهذه نتحكم فيها بأن نوقف التصدير وتثبت الأسعار وتوفر سواء الكم والجودة. طيب الكلمة اللي تقدمها لأصحاب الحلال والمربين واللي عنده ما شاء الله ثروة حيوانية للمحافظة حقيقة وزيادة الإنتاج، شو الكلام اللي دكتور تحلو؟ والله نتكلم بشكل عام إن متابعة المركز البيطري تابع على أساس يعرف الحالة الصحية القطيعة وتأكد من جدول تحسيناته، في نفس الوقت النظافة العامة لأن أكثر مسببات الأمراض اللي هي الطفيليات الخارجية اللي تعني بنظافة المكان. كذلك سوء التغذية أوقات يلعب دور كبير، فلازم يكون الواحد مهتم في التغذية الخاصة للثروة الحيوانية لأنها تلعب دور كبير. إحنا أغلب الأمراض اللي تجينا عبارة عن سوء تغذية. عبارة عن سوء تغذية. أكثر الأمراض اللي تجينا مش أمراض مادية، لا، أكثرها سوء تغذية اللي تسبب المشاكل الصحية لغض عن الثروة الحيوانية. ونتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف نسبة الأمن الغذائي إن شاء الله إذا الله يستر في لقاء جاي إن شاء الله تكون نسبة ارتفعت ارتفاع ملحوظ إن شاء الله. بصراحة بيض الله وجهك سيد فرهد الهاشري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، وشكرا أمانة حقيقة على يعني رحابة صدرك وأيضا على تحملك حقيقة لبعض الأسئلة اللي احنا طرحناها عليك، وشكرا حقيقة على الرد على كل الاستفسارات اللي وصلتنا. بيض الله وجهك طبعا أستاذ فرهود، ونتمنى حقيقة التواصل الدائم معكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك طبعا، وشكرا مرة أخرى للأخوة في إدارة العلاقات العامة وزارة البلدية على ترتيبهم لأن هذا اللقاء كان موضوع العزب. حاولنا نغطي كل الأسئلة والاستفسارات اللي وصلتنا في الفترة الماضية من خلال طبعا استضافة اليوم للسيد فرهود. نتمنى حقيقة من باقي الجهات بأن تحذو حذو وزارة البلدية والبيئة في استضافتنا سواء لمسؤولين للرد حقيقة حول الاستفسارات العديدة التي تطرح في البرنامج، ونتمنى حقيقة التوفيق لكل جهة تعمل من أجل هذا الوطن. نتمنى حقيقة أن نصل إلى الكمال فيما يخص الأمن الغذائي.